ما هو الفرق بين حقوق التأليف والنشر وبراءة الاختراع والعلامة التجارية؟ نسمع كثيرا عن حماية حقوق التأليف والنشر، العلامة التجارية وبراءة الاختراع، وكلها تخص حماية أفكار أو ابتكارات أو أي منتج نتج عن فكرة لشخص أو جهة. مفهوم حماية الملكية الفكرية ابتكر منذ زمن بعيد، وقد تستغرب أنه يعود لسنة 500 قبل الميلاد، حينما كان الطهاة اليونانيون يمنحون حقوقا حصرية لابتكار مأكولات معينة لمدة عام كامل. ورغم أننا قطعنا شوطا كاملا في هذا الصدد منذ ذلك الحين، يبقى الهدف الأساسي من حماية الملكية الفكرية واحد، وهو منع النسخ غير القانوني للأفكار، ما يشجع الناس على ابتكار أشياء جديدة بدلا من مجرد النسخ والتقليد. ما هي الملكية الفكرية؟ الملكية الفكرية تمنح لأي شخص تلقائيا بمجرد إنشاء أي عمل أصلي من فكرته، ويصبح منشئ هذه الفكرة أو المحتوى أو الابتكار صاحب هذه الحقوق والمالك الأصلي لها، وهو الوحيد من يملك حق منح ترخيص لإعادة نشرها وتوزيعها. تعد حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع أكثر 3 أشكال شيوعا للملكية الفكرية، لكن ثمة اختلاف كبير بينها، سواء فيما يتعلق بالأمر المطلوب حمايته وإلى أي درجة تستمر هذه الحماية. حقوق التأليف والنشر: تسجل حقوق التأليف والنشر بمجرد ابتكار أي شخص أو جهة شيئا ما، على عكس العلامات التجارية المرتبطة بالاستخدام في أغراض تجارية نشرحها لاحقا. يدخل ضمن نطاق حماية حقوق النشر والتأليف كل عمل إبداعي، بداية من الصور التي تلتقطها لملف التعريف الشخصي الخاص بك على مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخر منشور لك في مدوناتك. إذا سجلت رسميا للحصول على حقوق التأليف والنشر، يكون لديك الحق في تحصيل تعويضات مالية قانونية في حال انتهاك هذه الحقوق. أما بالنسبة لدعاوى انتهاك حقوق التأليف والنشر للأعمال غير المسجلة، سيتعين عليك إثبات وقوع أضرار فعلية مثل حدوث خسائر في الإيرادات. وبصفتك مالك حقوق الطبع والنشر، لديك سلطة الاحتفاظ بها كاملة أو إتاحة عرضها عبر أشخاص أو جهات بعينها بعد منحهم الترخيص أو التنازل عنها، إذ تسمح لك قوة حقوق النشر باختيار طريقة إتاحة عملك للجمهور، كما شرح موقع منظمة كوبيرايت أليانس المتخصصة بمتابعة إجراءات حقوق النشر والإبداع. براءة الاختراع: في المقابل، لا تمنح براءة الاختراع تلقائيا بمجرد الوصول إلى ابتكار علمي أو تقني، إذ يحتاج الأمر أولا إلى تقديم طلب للحصول على براءة اختراع يشمل وصفا دقيقا لهذا الابتكار العلمي أو التقني. وبعد تقديم الطلب، يحتاج هذا الابتكار إلى فحص شامل من أحد الخبراء المعنيين لتحديد ما إذا كان مطابقا للمعايير الصارمة المطلوبة. لهذا تمنح براءة الاختراع صاحبها حقوقا على أوسع نطاق ممكن، ويمكن الحصول على حق براءة الاختراع من جهات مثل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي USPTO. ويعد الهدف الأساسي لقانون البراءات هو تسجيل الابتكار وتسويق التطورات التكنولوجية، إذ يحفز قانون براءات الاختراع المخترعين على الكشف العلني عن اختراعاتهم مقابل حقوق حصرية معينة. وعلى عكس عملية تسجيل حقوق الطبع والنشر، فإن عملية طلب البراءات باهظة الثمن ومعقدة وصعبة وتستغرق وقتا طويلا، ولا ينبغي محاولة إجراؤها دون مساعدة محام أو وكيل براءات متمرس. العلامة التجارية: تختلف العلامة التجارية عن براءة الاختراع وحقوق التأليف والنشر من حيث كونها لا تهدف إلى حماية المنتج الفني أو التقني، بل الشركات نفسها التي تقدم هذا المنتج بتمييز منتجات الشركات المختلفة في سوق تنافسي. ثمة العديد من العلامات التجارية الواضحة مثل الشعارات والأسماء، وقد تكون العلامة التجارية عبارة عن رائحة أو تصميم أو صوت أو بعض هذه العناصر مجتمعة، كما هو الحال مع تصميم زجاجة مشروب كوكاكولا. قد تستمر حقوق العلامة التجارية إلى أجل غير مسمى طالما أنها قيد استخدام النشط. ووفقا لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، فإن العلامة التجارية هي كلمة
عبارة أو رمز أو تصميم يحدد ويميز مصدر سلع أو خدمات أحد الأطراف عن تلك الخاصة بالآخرين. نادرا ما يوجد تداخل بين قانون العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر، ولكن يمكن أن يحدث ذلك على سبيل المثال عند استخدام رسم توضيحي كشعار. قد يكون التصميم محميا بموجب حقوق النشر والعلامة التجارية أيضا. على الرغم من وجود بعض الاختلافات الرئيسية بين حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، لكن جميعها تفيد أصحاب الملكية الفكرية فضلا عن الجمهور العام في نهاية المطاف. لذا عندما تبتكر شيئا جديدا سواء كان كتابا أو اختراعا أو شعارا، احرص على تسجيله رسميا لدى الجهة المختصة في بلدك. قد تجني من وراء هذه الخطوة فوائد عديدة لسنوات قادمة.